شكرتم وآمنتم؟ يعني أنتم إذا شكرتم وآمنتم أو آمنتم وشكرتم حققتم علة وجودكم، حققتم الغاية من وجودكم. أما عامة الناس، وهذا شيء مؤلم جداً، تغطيهم آية كريمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. موضوع ثاني أيها الإخوة من لوازم هذا الموضوع، يعني إنسان متى يسعد؟ لأن السلامة والسعادة مطلبان أساسيان لكل الخلق، يعني على وجه الأرض 6000 مليون، أنا متأكد أنه ما منهم واحد إلا وهو يتمنى السلامة والسعادة. فلماذا الشقاء؟ قالوا الشقاء بسبب الجهل، والدليل أن علة وجود الناس في النار الجهل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والجهل أعدى أعداء الإنسان. نحن كأمة من أعداؤنا؟ إياكم أن تظنوا أعداءنا هؤلاء الأعداء التقليديون الذين نصفهم بالغدر والبطش والغطرسة والتدمير والإبادة والإفساد والاستغلال. نحن أعداء أنفسنا، نحن أعداء أنفسنا. أؤكد لكم مرة ثانية أن مصيرنا ليس بيدهم، بيدنا. وإن تعودوا نعود، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.